كنت عارفة انها مش هترد. اكيد لما تشوف رقمك هتتصل بيك. يا ابني دمي وانا عارفاها طبعا هتطنش. ليه؟ انت زعلانة منها ولا ايه؟ لا بس هي ما كانتش عايزاني اتجوز خالد. ليه؟ في الاول كنت متخيلة ان هي عايزة تبعدني عن المعداوي، بس بعد كده بقت واثقة ومتأكدة ان في سبب تاني خالص. سبب ايه؟ مش فاهم. فكك من موضوع ماما ده. بقولك ايه، انا عاوز اخرج خالي من المستشفى اللي هو فيها. انا حاسة كده ان هو طول ما هو في المستشفى اللي المعداوي رمى فيها دي عمره ما هيخرج منها ابدا. النهار ابيض، يعني انت قصدك ان المعداوي هو اللي موصي على خالك ما يخرجش؟ طبعا. هو انت في حد جاي لك؟ لا امال ايه. ثواني ثواني نشوف مين. ليك. لا نهار اسود. ايه خالد؟ خالد اطلع فوق. اه اوكي بسرعه. راح راح. واتصور واتصور. ايوه ايوه خلود حبيبي اتفضل يا خلود اتفضل. يا ابني بقى لي ساعة بره ما بتردش على الموبايل ليه؟ معلش أصل أنا عامله سايلنت ما خدتش بالي. إيه ده؟ أنت عندك حد ولا إيه؟ لو عندك حد عادي ممكن أمشي وأجي لك تاني. لا 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 أبدا يا صاحبي، كان عندي ومشي. مشي؟ مشي ولا مشي؟ يعني تفرقش يا صاحبي. يلا مش فارقة. مشي ولا مشيت. المهم طمني أخبارك إيه؟ عامل إيه؟ مالك؟ صوفيا سافرت. بالسلامة. قصدي توصل بالسلامة. طب اسمع بقى، أنا عايز أخد رأيك في حاجة بس مش عايزك ترد على الردود بتاعتك دي والنبي. ماشي قول يا نجم. أنا بحب صوفيا وعايز أتجوزها.